السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كديرين لاباس عليكم يا أغلى متابعين، أشخباركم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد إن شاء الله، ومرحبا بالناس الجداد اللي انضموا لقناتي. يعني هذا الأسبوع أنا فرحانة بزاف لأن كاين عدد كبير اللي انضم للقناة ديالي هذا الأسبوع هذا، يعني بالمقارنة مع السابق ما كانش كيجي عندي متابعين بزاف بحال هاد جوج الاسابيع تقريبا. بدات شويه القناه كتحرك مع انني ما بقيتش كننزل بزاف لي فيديو، عارفين الظروف ديالي، ما كنبغيش نبقى نعاودها لكم الف مره، كنقولها لكم كنقول لكم راه ما كنقدرش باقي نصور بزاف. المهم هو انني ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يقدرني، وراه بقيت كننزل لكم هذوك الفيديوهات القصيره مع الصباح، كنتمنى انها تكون كتنال اعجابكم وتكتشفوا معايا هوايتي. خليوا لي اشنو اكتشفتوا في هوايتي. هوايتي اللي الهوايه الاساسيه اللي انايا كنعطي فيها اكثر، اكيد اكتشفتوها معايا من خلال الفيديوهات المقاطع القصيره اللي كننزل، وغادي نبقى دائما كننزلها لكم. كنعتذر على الجمعه والسبت ما نزلتش لظروف، ولكن دائما في الاسبوع غادي نبقى كننزل لكم مقاطع صغيره بحال هكا باش تونسوا بيها وما تنسونيش. وان شاء الله كتعرفوا راه الصباح كيدوز عندي عادي دائما كيف ما العاده، الفياق بكري، كتجمع الدار، كتنظف العادي، يعني الاشياء اللي عندي انا اللي مقرره انني غنظفها كنساليها وصافي. كيكون الكوزينه ديالي راها مجموعه، كيبقاو لي دوك المعنات ديال الفطور فاش فطرنا غادي نغسلهم، وغادي نبدا ان شاء الله قبل ما نبدا الغداء غادي نمشي ثاني كنشوف شنو عندي على الكمبيوتر، الا كانت عندي شي خدمه ولا شي حاجه كنحيدها، وكنجلس شويه الا كان عندي شي عمليه داوي. كتعرفوا انايا راه ان شاء الله غادي كنوجد في واحد العمليه داوي ان شاء الله لرمضان، وغادي كنصور فيه، ولكن غادي نخليها مفاجاه حتى شعبان لا غنزلوا لكم باش تنكون قربت نسالي وننزلوا لكم ان شاء الله باش تشوفوا. من هو جزء من تحضيراتي لرمضان. كتعرفوا حنايا رمضان كنزينوا ليه هنايا في يعني هنا في تقريبا في المغرب ما كناش كنديروا هاد الحوايج هادي، يعني عادي كنستقبلوا رمضان بحب وكنحضروا ليه داكشي ديال الحريره وداكشي ديال العطريه، وكتبقى عندكم ديك الريحه ديال التسلو وداكشي، ولكن هادشي تا هو كنديروا، ولكن باقي الوقت شويه مخفف عليا، باقي يلا تيخرج رجب هنا غادي نتقدا داكشي الاخر باش نديروا، ولكن عمل يدوي والزينه ديال رمضان نحيدها عليا هي الاولى باش ما نضايقش في الوقت ونبدا تايا تشغلني مع التحضيرات ديال الخراد، يعني بحال سلو بحال داكشي ديال العطريه بحال، ما كنبغيش نضايق معاه لان العمليه داو كيبغوا له شويه ديال الوقت، وهذا هو داكشي علاش كنخلي لي كنخصص واحد السويعه هكا ملي كيرجع رايان ينعس، انا كنكون جا مع الدار كنمشي نقضي العمليه داوي ديالي، ولا ساليت مني كنسالي ديك ساعه ولا ساعتين كنحطها في العمل. نمشي نوجد الغدا، بغيت بين قوسين غنفتح واحد قوسين البنات واش بغيتوني نرجع ندير داك التعليق المثبت، التعليق المثبت اللي كندير فيه جوج قنوات ديال الدعم. واحد الاخت دخلت عندي الانستغرام طلباتني باش ندير ليها الدعم اليوم، الا كنتو بغيتوني نرجع راني غنرجع، ولكن انا غنحط لها اليوم قناتها في الدعم اللي طلباتني وما نقدرش نرفض ليها طلب. كنتمنى انكم تساندوها، يلا فتحت قناه حتى هي وبقى مدابزه مع الشروط راكم عارفين الوضع اللي كندوزو منه كاملين، دزنا منه كاملين. كنتمنى انكم تساندوها، وحتى الناس اللي باقي ما حققوا الشروط تساندوا مع بعضياتكم تعاونوا بعضياتكم. انا غنخليها في تعليق مثبت، غنخلي ليها قناتها في تعليق مثبت، وان شاء الله ما يكون غير الخير. المهم غير نحط معها شي وحده اخرى ان شاء الله، وانتم قولوا لي الا كنتو بغيتوا نستمر في هذه الطريقه هذه، نبقى دائما نحط لكم تعليق مثبت نرجع كيف ما كنت كندير معاكم ولا بلاش. علاش؟ لانه انا علاش وقفتها؟ لانه ما كاينش تجاوب فقط، هذا علاش وقفتها.
كيجوني البنات كنحطهم وكيجو كيتشكاو كيقول لك ما دخلت شي حد، او انهم الناس كيجو يتشكاو يقول فلانه انا دخلت عندها وهي ما جاتش عندي. هنا هذاك الشيء علاش انا وقفتهم، ما يعني ما بغيتش ندخل في 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 شي حوايج هكا وصافي. انا كنحطهم على طرف سبيل الله وكنبغي كل شيء ان شاء الله يطلع وكل شيء. اللي ما حتى اللي ما كتعرفش بغات تفتح قناه وما عرفتش تواصل معايا ونساعدها باش تفتح قناه، لان كي كنقولوا هنا كي كيقول شحال من واحد كيقول كيقول لك حنا حتى واحد ما كيدير يده في جيب الثاني. الله سبحانه وتعالى اللي موزع الارزاق، كل واحد ورزقه. ما نبقاوش يعني نحتكروا المعلومه لراسنا ولا نحتكروا الشيء لراسنا، راه كيقول لك الحوانه مصافه والارزاق مختلفه، راه كل واحد ورزقه. يعني ما في حتى شي حد، واخا تكون حتى مليون قناه، واش حنا رزقهم؟ واش كل واحد، واش انت غتعطيهم من جيبك ولا انا غنعطيهم من جيبي؟ لا، هاو كله كيقول لك فلوس الادسنس وخلاص، يعني كل واحد كياخذ منها رزقه، كل واحد على قد المستطاع وكل واحد على قد خدمته راه غادي ياخذ. انا ما نقولش لكم ان راه اليوتيوب ما فيهش الربح، لا، نقول لكم انا راه فيه الربح على قد ما خدمتي. انا كون كنت كنخدم بزاف وكون كنت يعني كل لقيت حتى انا الداعم اللي يدعمني وينشر لي قناتي وكان انا تخلص مزيان وما كنخدمش، انا ما كنحطش يوميا. كل الواحد الا بغى قناته تطلع خاصو يوميا يحط ويخدم عليها ويمشي عند هذا ويمشي عند هذا ويكافح، يمشي عند هذه القناه ويخلي تعليق، يمشي عند القناه الكبيره ويخلي تعليق ويكافح باش يطلع قناته. انا شويه كسوله، لو كان ما كنتش كسوله في هذا الجانب هذا، انا كننزل فيديوهات، كننزل فيديو يعني جوج فيديوهات في الاسبوع، يعني كتكون قليله الناس باش يتعرفوا عليك. نزلوا يوميا او نهار اي نهار لا، راكم غادي كل شيء غادي يطلع، كل شيء غادي يوصل، كل شيء غادي كل شيء غادي ياخذ. راه فيها الربح على قدر، يعني مثلا الناس اللي في المغرب الا جاتو ديك 800، ديك 800 درهم الا قدر انه يدخل 800 درهم، راه بالنسبه للمراه اللي قاعده في الدار راه في خير، راه يعني فضل من رب العالمين، راه شحال من حاجه غتقضيها بها. يقدر واخا غير تعاون بها الزوج ديالها في الكرا، غير تعاون فيها الزوج ديالها غير على راسها، يعني تصرف فيها على راسها، تمشي تقدا لها حويجات. 800 درهم راه زوينه، راه ماشي شي حاجه هينه، يعني ما نبخسوش القدر ديالها. 800 درهم راه مزيانه، المهم هو الخدمه، باش ما نقولش لشي واحد يقول لكم لا انا ماشي من هذاك النوع. انا راه ما غاديش نقول لكم لا ما فيهش الربح. اللي بغات تخدم على قناتها وقادره انها يعني تكافح تخدم، راه غادا تربح، وان شاء الله علاش لا ما تاخذش اكثر، راه الناس كلهم تياخذوا، يعني ما غاديش توقف عليها هي ولا الواحد يخدم وكيقول لك حنا نحضروا الاسباب، والله سبحانه وتعالى هو اللي كيكمل لنا واللي كيرزق. نظر مع السيدات اللي قاعدات في البيوت وما عندهمش مدخل، علاش لا يدوروا على دخل، فتح قناه، تفتح مشروع، تفتح اي حاجه ممكن ان تدخل لها بالحلال، دخل لها فليسات، دخل لها باش تكون مع راسها، باش تحس براسها، علاش لا، يعني مدخول اضافي للبيت ما كاين فيها حتى شي حاجه. خاصه انا بزاف تاع 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 النساء في المغرب محتاجات، ماشي ما محتاجاتش، واخا كيكون الزوج راه خدام وهاك تكون هي محتاجه يكون عندها في الجيب ديالها واحد الراتب معين انها تقضي به مصالحها، متبقاش كل ساعه عطيني، يعني ما فيها حتى شي مشكله. هذا هو اللي غادي نقول لكم، والرزق على الله سبحانه وتعالى، راه حتى شي حد الا كان الله مكتب لك واحد الرزق راه حتى شي حد ما غادي يحيدو لك. الا ما مكتبوش لك الله واخا يعطوه لك ما غاديش يبقى لك. وواحد النقطه ثاني بين يعني غادي نكمل بها الكلام ديالي، هو ما توقفوش احلامكم على شخص، على واحد، على فرد، ما توقفيش احلامك كلها على واحد الانسان ولا على واحد الاخ ولا الاب ولا الزوج ولا لا، ما توقفيش احلامك على هذا الحد. انتي خدمي، انتي ناضلي، انتي لانه قدر ما وقفوا معك الناس وطلعوك. يعني انا كنوجه كلامي للبنات اللي عندهم قنوات، يعني ما تبنوش احلامكم على الناس يدعموكم ولا يعطوكم ولا
وكاين البنات راهم تيخرجوا مثلا تيقولوا حنا محتاجين وهكا باش يعطيوهم باش يعطيوهم مشاهدات ويعطيوهم حتى فلوس، كل كيرسل لهم فلوس. ما توقفوش حياتكم على هذا، لان قد ما طلعوك كيطلعوك ولكن راه ما يبغوكش تطلع اكثر منهم، راه غادي يجي واحد الوقت ويهرسوك وتطيح. من الاحسن تبقى بكرامتك وتطلع بجهدك، طلع بجهدك وبكدك وبقيمتك وباشنو اللي كتقدم، ما تطلعش بالاستعطاف وما تطلعش ب كي نقولوا حنا السعايه، ما تسعاش في اليوتيوب، لا طلع عندك كرامه، طلع خدم، دمر على هذيك القناه، تحط محتوى زوين. راه ما كاين محتويات كثيره زوينه، وكتدخل القناه كتلقى فيها معلومات، كتلقى فيها نصائح، كتلقى فيها راه حتى الروتين اللي حنا كنقدموا. مثلا ماشي واحد يقول لك انتم واش كتقدموا، راه حتى الروتين اللي كنقدموا حنا راه فيه نفع، فيه تحفيز، فيه مبتدئات ما كيعرفوش يدخلوا الكوزينه، ما كيعرفوش يطيبوا، ما كيعرفوش الله بديل الحياه، انت كتعطيهم واحد الجرعه، كتوريهم اليوم تقلدك في انها تنظف دولاب، غدا غتقلدك انها تصوب واحد الطبخه، بعد غدا غتقلدك انها تنظم واحد الجدول ديال الاطعمه ديال الاغذيه، واحد النهار تقلدك انها تنظف ثلاجتها، واحد النهار المهم انك عطيتي شي حاجه ماشي ما فيهش نهائيا. بغض النظر على كل هذاك الشيء اللي كيدور في السوشيال ميديا، راه كاين شي حاجه كنستافدوا منها، كناخذوا واخا تاخذوا مني انا غير فكره، واخا تاخذوا مني غير نصيحه، راه كتاخذوا، راه كاين شي حاجه اللي كنعطيها. وكنتمنى لكم حظ موفق، ونكملوا غادي نحضر معكم غديوه سهله 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 بسيطه بزاف، وديال الناس اللي كيبغوا انهم يحافظوا على الوزن ديالهم. انا من الناس اللي زاد الوزن ديالي اثناء في الحمل، ودابا كنحاول انني نقص، وقلت انا غادي نشارك معكم بعض يعني الوجبات، يعني كتعرفوني انا راه مهما كان كندير وجبات صحيه، وكتكون السعرات الحراريه ديالها قليله باش نقصوا شويه من الوزن. وغادي نعطيكم اليوم الغديوه ديالنا المتواضعه جدا، وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو، وحبكم في الله. هنا غادي نصوب معكم صدور ديال الدجاج مشويين، كيف تشوفوا معايا حطيت هنايا اكليل الجبل او اليازير، الا عندكم خضر حطوه خضر، انا حطيت هذا عندي المجفف، وشويه ديال الابزار، شويه ديال الملح، شويه ديال الزنجبيل، وكذلك الكمون، يعني على حسب الكميه اللي عندكم ديال صدور الدجاج، وكذلك الباربيكا او الفلفل الحلو الاحمر مطحون، وراس المعلقه ديال الزعتر، يعني نص معلقه صغيره ديال الزعتر مطحون. الا عندكم حتى هو خضر علاش لا، لانه كيجي كيعطي مذاق الدجاج رائع رائع جدا. وغادي نضيف عليهم الباربيكيو، الباربيكيو كتعطي واحد المذاق للشواء رائع جدا، الا توفرت لكم، ما توفرتش لكم ممكن انكم تستغنوا عليها. ما كنديرش انا هنايا عندكم، الا ما درتوش الباربيكيو حطوا واحد المعلقه ديال زيت الزيتون باش تخلطوا هذه وتعطيكم يعني الانسجام. انا حطيت الباربيكيو، ما غاديش نعمل الزيت نهائيا، غادي نمشي هذوك الصدور ديال الدجاج في هذيك الخلطه، وكنخليهم يتشربوها. انتم الا قدرتوا تحطوها اكثر من 4 ساعات حتى 5 سوايع، كيتشرب مزيان وكيعطيكم نكهه زوينه. انا خليته هنا تقريبا ساعه ونص. هنا في الطنجره كنمشي كناخذ شويه معلقه ديال الزبده، وكنقطع عليها البصله مربعات صغيره، وكنخليها شويه ديال الملح، وكنخليها تتقلى مزيان، كنضيف عليها الخضار، هاد الخضر المجمده انا عندي واخدها لان كتوفر لي الوقت، مني ما كيتسلى لي الخضره كنلقى الخضر المجمده عندي في الثلاجه، هي اللي كنستعمل في الشوربات. المهم كنديها وكنجيبها كتخلوها تقلى باش تعطي ديك النكهه ديال الخضره. دائما البنات الا بغيتي تصوبي بها الشوربه خليوها تقلى وتمشي مزيان لحتى تطيح في ديك شويه ديال الزبده. الا ما توفرتش، الا انا ما كانش عندي زيت الزيتون فاستعملت الزبده، نتوما الا عندكم زيت الزيتون استعملوا زيت الزيتون يكون احسن. وهنا كنضيف عليها شويه ديال الابزار، وشويه ديال الزنجبيل، وشويه ديال الكمون، وصافي. كنخليها لحتى كتشحر وكتشرب ديك العطريه ديال ديك العطريه اللي درنا فيها مزيان، وكندير فيها كنرويها يعني نخوي عليها الماء سخون،
اللغه دي يكفيها باش تنطبخ معايا مزيان، وصافي كنخليها لحتى كطيب على خاطرها. يعني هي ضروري انكم يعني ما غتاخدش منكم الوقت بزاف الا كانت عندكم هاد الخضر المجمده. انا بالنسبه لي ما كتاخدش ليا الوقت في الطبخ، لانها كتعرفوا اي شيء مجمد ما كيبقاش ياخد الوقت بزاف في الطبخ. انتم عندكم خضره عاديه غتاخد معكم شويه ديال الوقت، صافي كتخو عليها الماء سخون وغتغطيوها وتخليوها لحتى كطيب. هنا المكون اللي هو صحي والناس بزاف ما كينتبهوش ليه هو طحينة الحمص. يعني طحينة الحمص ما كيعرفوش الناس بزاف شنو يديروا به. طحينة الحمص غادي كنقبط هنا القدر اللي غادي يكفيني باش ندور هذيك الشوربه. كناخذ 3 معالق تقريبا كبار وكندوبهم في الماء، وغادي نجي ندور بهم الشوربه ديالي بحال الا غدوروا كنقول حنا الحريره المغربيه. صافي كتخوف هذاك طحينة الحمص. اكيد راه كيتباع في كل شيء مطحون، الحمص كيتباع مطحون دابا، والا ما كانش عندكم الحمص مطحون راه كتجيبوا الحمص عادي وكتدخلوه شويه للفران باش يقصح معكم شويه في الفران يعني كنقولوا حنا يدقلا، وكتطحنوه وتحتفظوا به في البيت. ملي تبغوا تحتفظوا به ديروا فيه شويه ديال الملحه وتحتفظوا به في عندكم، كيبقى عندك في المطبخ تبقاي دائما كديري به شوربات. كاين اللي كيعجن به، انا كنعجن به كنصوب به حتى الكيكه، كيجي رائع وكيجي زوين، وزائد انه صحي وكيصلح للوليدات بزاف. انا بنتي حيت ما كتاكلوش، ولكن في الشوربه ما كتنتبهش ليه، ملي كنديروا ليها في الشوربه كتشربوا، ولكن الا كان حمص صحيح ابدا واش كتجي ناحيته ما كتاكلوش. فانا كنحاول ما امكن دائما كندخل ليها في الاشياء اللي هي تقدر ما تنتبهش ليها. صافي كنخليها كتغلى، كتعرفوا ياخذ شويه ديال الوقت باش يطيب، يعني باش ياخذ يعني ما نزربوش عليه، كنخلوه يطيب بحال الا مدورين بالطحين. كنجيب هنايا الكريمه ديال الطبق، غادي ندير تقريبا ما يعادل كاس ديال صغير، ماشي كاس كبير ديال العنبه. كنخوي وكنخليها يعني ما تاخذش منكم دقيقه واحده، وكطفيو عليها النار وصافي. هنايا كيكونوا دوك الصدوره ديال الدجاج شربوا ديك المريقه مزيان، كنجيبهم غادي نديرهم في القلايه الهوائيه. انتوما الا ما عندكمش القلايه الهوائيه طبعا غادي تحطوهم في الفرن، تشوهم في الفرن او في الشوايه ديالكم الكهربائيه او الشوايه اللي عندكم على الفحم، المهم هذا كيتسمى شوي. يعني باي طريقه توفرت لكم شويوهم، كيجوا لذاد وكيجوا زوينين بزاف. ما غاديش نقول لكم عليهم، راه الاكل الصحي كيف ما كان كيكون رائع وكيكون مذاقه زوين، ماشي بحال اللي كيكون مقلي في الزيت، ماشي بحال يعني هذا ما فيه حتى شي قطره ديال الزيت نهائيا. زائد انهم الصدر ديال الدجاج ما فيهش الدهون نهائيا، ونسبه البروتين يعني حنايا درت قليل لان حطيت الحمص كذلك فيه بروتين نباتي، وهنا كاين بروتين حيواني، واصلا الجسم راه ما كياخذ اكثر من كفايته، كياخذ كفايته من البروتين والباقي كيمشي في حاله. يعني البروتين هو اللي ما كيتخزنش، السكريات كتخزن، الدهون كتخزن، البروتين راه ما كيتخزنش. المهم جيت هنايا غادي نصوب سلطه ديال الفواكه باش نقدمها كتحليه من بعد الغداء. كنقطع يعني تتوفر لكم الفواكه، ماشي بالضروره يكون نفس المكونات اللي عندي، توفر لكم اللي توفر لكم، برتقال، ليمون، خوخ، فراوله، اللي كان انا توفر لي الموز وتوفر لي الكيوي والفراوله كانت عندي مجمده. وحتى صافي كنقطعها هكا صغير وكان نحطها باش نصوب بها التحليه. وهنايا كنقول لكم البنات باللي راه الوزن اللي كيكون الناس اللي هما كيعانيو من الوزن، كاين واحد النقطه بين قوسين غادي نفتحها، كيقول لك ان المشي غادي يحرق يعني غنقص الوزن بالمشي وما كيديرش الحميه. البنات بالنسبه لهاد النقطه هذه بالضبط راه بزاف تاع الدراسات يعني داروها عليها علماء، بان المشي ما كيطيحش الوزن. المشي صح كيحرق ولكن ما كيطيحش الوزن، هذه باينه. المجهود العضلي هو اللي كيطيح الوزن، يعني ماشي غير المشي بوحده. زائد انه حتى هادشي كله اللي غديروه الا ما كانش الحميه، الا ما كانش اكل صحي وحميه ما كيطيحش الوزن واخا تمشي.
واخا تمشي واخا تعذب راسك بالمشي واخا تعذب راسك بالرياضه، الا ما عملش غذاء صحي وما كاينش حمية ما كيطيحش الوزن نهائيا. وهذه عن تجربه البنات، يعني ما كاينش نرهقوا نفوسنا بواحد يعني بزاف وحنا ما دايرينش يعني ما دايرينش الحميه. يعني الواحد عنده مثلا وزنه زايد ب 40 كيلو زياده وهو كيمشي كيمشي كيهلك الركبه ديالو وكيهلك العمود الفقري ديالو وهو ما كيطيحش لانه ما دايرش الحميه. ضروري الحميه باش تمشي مع باش يطيح الوزن. هنا انا مع ذلك انا مازال ما دايرش مازال ما باديش الحميه نهائيا، غير مجرد انني بديت كندير اكل صحي. هنا كي كتشوفوا معايا هذه التحليه كندير طبقات من الفواكه وطبقه من الكريمه، وكنحط ديك الطبقه الاخيره هذه كريمه بالجبن والكريمه المخفوقه. راه كنت قديتها معاكم في فيديو ديال هذيك نقول الفيديو ديال الله يسمح لنا استغفر الله العظيم، الفيديو ديال الحلوى. هذيك الكريمه كانت بقات ليا من تماك وهي اللي قديت بها دابا التحليه. هذا كان هو غدانا كي كتشوفوا معايا، الصدوره ديال الدجاج مشويين بالباربيكيو، والسلطه اللي قدمت معاهم جدا جدا صحيه البنات، غير الجزر مبشور والكيوي وهذا والطماطم والزيتون والذره حبات الذره وصافي يعني المايس. وكان عندي نحط عليهم ديك الصلصه الفرنسيه، راها كتجي زوينه ما كتباع، انا غير شارياها صراحه ما مقداهاش في الدار، ولا شي مره نقادها ونشاركها معاكم. وهذه هي التحليه كي كتشوفوا معايا، وكنتمنى ان الفيديو نال رضاكم وعجبكم، وما تنسونيش من اللايك ديالكم من تشجيعكم والبارطاج، وشكرا والى اللقاء.